السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدموا واحد الموضوع كما كتلاحظوا في العنوان، كلام هام لكل مربي أرانب مبتدئ. إذن موضوعنا اليوم وهو الوقت الذي ممكن أن يبدأ فيه المربي، يعني مربي الأرانب بالمشروع دياله. يعني أي فصل ممكن أننا نبدأ هذا المشروع، وأي وقت بالضبط، خصوصا أن مشروع تربية الأرانب يحتاج إلى انضباط في البداية، وذلك من حيث اختيار السلالات، وكذلك يجب على المربي أن يفهم بعض الأمور بخصوص السلالات، بخصوص تربية الأرانب عفوا، قبل البدء بالمشروع. إذن كما قلنا، أول حاجة وهو التوقيت. فمثلا الثلاث شهور الماضية يعني الصيفية، كل مربون الأرانب سواء منهم المبتدئون أو المحترفون، كلهم اشتكوا من موت الأرانب، والسبب غير معروف. وفي الحقيقة أن هناك ريح أو فيروس أثر على الأرانب بشكل خاص من دون باقي الحيوانات الأخرى، منها الدواجن والمواشي. فبدأ بعض المربون يبيعون سلعتهم، يعني مربون الأرانب بدأوا يبيعوا السلعة ديالهم بسرعة كي لا تموت عندهم وما يضيعوش فيها، ويبيعونها على أساس التربية وليس على أساس الذبح والكيلو، يعني الثمن ديال الكيلو. يعني هذا في الحقيقة هو غش. فكل مربي مبتدئ اشترى من هذه السلعة لاحظ أنها معيوبة، يعني أنها تموت عنده بدون أي سبب، رغم أنه كيدير يعني الدواء، ويلاحظ أنها لا تطرح الإنتاج، يعني نقولوا إحنا معيوبة فيها عيب. أما في هذه الفترة بالمقارنة مع السنة السابقة، ففي الحقيقة هي فترة ركود في تربية الأرانب، بحيث أن المربي ينفق من جيبه العلف والأدوية ولكن بدون أي إنتاج، والسبب هو في الحقيقة يعني على حسب التجربة ديالي، السبب هو نقص في الهرمونات ديال الذكورة والأنوثة، والنتيجة هي أن المربي يجد نفسه في حيرة، يعني هل يستمر على هذا المنوال، على هذا الوضع، يعني ما كاينش إنتاج وهو كينفق، كيشري الدوايات وكيشري العلف، أو يتوقف ويفشل في المشروع صافي وكيسد المشروع. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله هذه نصيحة، يعني من قناة المتواضعة ديدو صمدي، وهي الحل هو الصبر قليلا بالنسبة للمربين المحترفين. ففي الأشهر القادمة إن شاء الله سيكون الخير، يعني كنطلبوا من الله ان هاد الموجه ديال هاد يعني الركود انها تمر بسلام. اما يعني هادو بالنسبه للناس اللي عندهم محترفين وعندهم الأرانب. اما اللي عاد بغاو يبداو المشروع ديالهم، فانا كنصحهم يعني ما يشريوش الأرانب في هاد المرحلة، لأنهم غادي يعتقدوا إلا مشاو تشراو في هاد الوقيتة هادي، غادي يعتقدوا أن تربية الأرانب صعبة وهي مشروع فاشل. والحقيقة أن مشروع الأرانب مشروع ناجح إن شاء الله، ولكن خاص غير التوقيت ماشي هو دابا باش يبداو المشروع ديالهم. هذا هو في الحقيقة الأساس ديال هاد الحلقة هادي، ما يشريوش الأرانب في هاد الوقيتة هادي، لأنهم راه في الحقيقة ما كاينش الانتاج، يعني واخا يكون انتاج كاين، المهم كاين واحد الامراض اللي خرجت ما معروفاش
وهي كتموت فيها الأرانب يعني لا الصغار لا لا الكبار، وخصوصا الصغار. الصغار تأثروا بشكل كبير في هذه الفترة هذه. يعني كل مربي بغى يبدأ المشروع ديالو يحاول يصبر شوية، ماشي هذه هي البداية، باش ما يقولش بلي راه مشروع الأرانب راه فاشل وراه غير شريت الأرانب وماتوا لي. لا، راه واخا يعطيهم لك مزيانين كون متأكد أن ولده، حنا نقولوا واخا ولده كاع كون متأكد أن المشروع ما غاديش يكمل، لأن بديتي في التوقيت خاطئ. هذا التوقيت هذا حنا في شهر 9، حاولوا يعني شهر 10، حنا نقولوا حتى لشهر 12 عاد الواحد يقدر يبدا. فالايامات هذه حاولوا انكم ما تبداوش، ماشي هذه هي البدايه الصحيحه. حاولوا انكم تصبروا واحد شويه، الله غادي يكون مع الصابرين ان شاء الله. حاولوا يعني تجمعوا معلومات بزاف قبل البدء، يعني تعرفوا الدوايات، خصكم تشريو من الدوايات، الكيجان، تصوبوا الكيجان بواحد الطريقه مزيانين. في هذه الاونه هذه حاولوا انكم تجمعوا اكبر عدد من المعلومات باش تبداو المشروع ديالكم، ولكن ما تشريوش الانانيب في هذه الوقيته. هذا هو النصيحه ديال هذا النهار، ما تشريوش الانانيب في هذه الوقيته، راهم ما صالحينش في هذه الوقيته هذه. الحلقه ديالنا راه سالات، كنظن انني وصلتكم الميساج بواحد الطريقه يعني بسيطه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا في القناه، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعليق الطيب ديالكم، وانا راه الاشاره باش نجاوب على اي استفسار. مرحبا بكم في القناه ديالي المتواضعه، شاركوا معنا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، وتكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.